اهلا بيكم. احنا في الفيديوهات اللي فاتت واحنا بنتكلم على managing stress و trying to be happy، اتكلمنا عن بعض المشاكل اللي بتتعرض ليها في حياتك انت، بتجيلك من بره، في الشغل، في البيت، في الطريق، في اي حاجة في حياتك، وحاولنا نشوف الوسائل المختلفة اللي ممكن نتعامل بيها معاها، ولقينا ان احنا محتاجين نعمل حاجة. من الحاجات اللي هنعملها هي ان احنا بنشوف المشكلة ونحاول ندور على اسبابها ونحاول نحل اسبابها. من الحاجات برضو اللي هنعملها هي ان احنا بنحاول ندور على الحل بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية بتاعتنا، الطريقة اللي احنا متعودين عليها، نحاول نشوف طريقة غيرها. هنا مع بعض عايزين نفكر في حاجات تانية. تعالى كده نفكر مع بعض، يا ترى احنا بننام كويس؟ انت بتنام كويس؟ بتنام الفترة اللي جسمك محتاجها فعلا ولا ما بتنامش كويس؟ جسمك عنده احتياجات للنوم. اول حاجة انت محتاج تنام حوالي 8 ساعات في اليوم. ما تقوليش ما ينفعش، 8 ساعات في اليوم ده المتوسط بتاع الناس. في ناس جسمها ما بيحتاجش غير 6 او 7، وفي ناس ساعات بتحتاج اكتر من كده، بس 8 ساعات في اليوم رقم ناس كتير قوي من الاطباء بينصحوا بيه. انت بتنام قد ايه؟ انت محتاج الثمان ساعات دول، او محتاج اللي جسمك محتاجه علشان جسمك يفرز ما يسمى بالجروث هرمون. انت كبرت، انا عارف انت كبرت عشان كده عندك مشاكل، لكن الجروث هرمون بيفضل في جسمنا يفرز كل يوم طول ما احنا عايشين. الجروث هرمون ده هرمون بيفرزه الجسم عن طريقه، ربنا ادانا القدرة على ان احنا نصلح الحاجات اللي بتبوظ، نصلح الاجزاء اللي بتستهلك، نعمل قطع الغيار اللي جسمنا محتاجها، نزيت الحتة اللي محتاجة تزييت، ونبرد الحتة اللي سخنت، و و و كل ده من الجروث هرمون. بتنام كويس عشان الجروث هرمون يعرف يشتغل ولا لا؟ بتنام بانتظام ولا لا؟ مواعيد نومك ثابتة؟ مواعيد صحيانك ثابتة؟ خلي بالك السهر ما بيحلش مشكلة، علشان انت لو بالذات لو هتسهر للشغل عشان تخلص شغلك مش هتخلص شغل، تسهر علشان تذاكر مش هتذاكر، نام اللي اشتغلته هتعمله هيطلع احسن، واللي هتعمله بكرة يكمل اللي كنت عايز تكمله بالليل احسن من اللي ما تفضل سهران، لا هتخلص الشغل بتاع النهاردة ولا هتعمل الشغل بتاع بكرة. نام في مواعيد منتظمة، اصحى في مواعيد منتظمة، احساسك بالستريس هيقل. بتاكل ايه؟ فكرت في اللي انت بتاكله؟ انا هنا مش عايز اديك نصايح عشان تخس، ولا علشان تاكل باكل صحي، ولا عشان الكوليسترول يقل، ولا 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 ولا، ده مش شغلي، انا مش طبيب، والكلام اللي هقوله لك دلوقتي مش محتاج طبيب. في الغالب والدتك وانت صغير قالته لك، او حد كبير من اللي مسؤول عن اكلك قالهولك وانت صغير، سمعت بعضه ونسيت اغلبه. يا ترى بتاكل وجبه متوازنه؟ يا ترى بتدور على ايه احتياجات جسمك وتديها له؟ مثلا انت يا ترى بتاخد فروتس او فاكهه وخضار كفايه في اكلك؟ يا ترى بتدور على ايه الفيتامينات والاملاح اللي جسمك محتاجها، وتشوف ايه في عناصر الاكل بتاكله؟ تاني انا مش هنا في محاضره اديك ايه مصادر الحاجات دي، تقدر تدور بنفسك، لكن لازم تدور ولازم تجيب الحاجات المهمه. ناس كتير بتتكلم على شيل الفاتس، ماشي لو عايز تخس قللها، بس دو نوت ريموف فاتس، خلاص قللها، استخدمها بشكل مناسب. تاني ده مش كلامي، انا مش طبيب ومش متخصص في التغذيه، ده كلام الناس المتخصصين في الكلام ده. انت محتاج كميه من الدهون في حياتك، بس لما بتكتر بتأذيك. يا ترى انت بتشرب ميه كفايه؟ ابسط حاجه، بتشرب ميه كفايه؟ انت محتاج 2 لتر ميه في اليوم تقريبا، بتشربهم؟ بتشرب اخر لتر واحد حر برد، بتشرب ولا بتشربش؟ اشرب ميه، جسمك محتاج الميه. يبقى بص برضو زي ما بصينا انت بتنام كويس ولا لا، بص انت بتاكل كويس ولا لا. وكويس هنا اللي اقصده مش كميه، اقصد التنويعه اللي محتاجها جسمك. طيب ماذا عن
الفيزيكال فيتنس بتاعتك. يا ترى بتهتم بالفيزيكال فيتنس؟ تاني انا برضو هنا مش بتاع فيزيكال فيتنس وانا هقول لك لازم تجري نص ساعة كل يوم ولا تعمل 3 مرات في الاسبوع ولا 10 دقايق كل يوم ولا الكلام اللي بيتقال ده كله، مش ده اللي يهمني. وان كان ده كويس طبعا، ده ممتاز، يا ريت لو نعرف نعمل كده وننتظم عليه، بس في حاجات صغيرة قوي ممكن تعملها في حياتك. يا ترى انت مثلا لما بتبقى طالع الدور الثالث بتستنى الاسانسير ولا بتطلع على رجليك؟ ما تطلع على رجليك. لما بيبقى فيه اسانسير، بيبقى فيه اسكاليتور او سلم متحرك وعندك سلم ثابت، تطلع السلم المتحرك ولا السلم الثابت؟ كتير مننا، احنا انا زي زيك، احنا بنكسل بنستسهل. لكن لو فكرنا لحظه قبل ما نطلع بالاسانسير او لحظه قبل ما نطلع بالسلم المتحرك، يمكن ندي نفسنا فرصه حلوه قوي. يا ترى انت بتركن قريب من الشغل وقريب من البيت ولا بتركن بعيد شويه؟ بعيد شويه دي يعني مش ضروري تركن في بلد تانية، ابعد 200 متر، 300 متر، 500 متر وامشي، تمشي وانت رايح وتمشي وانت راجع. بتعمل كده؟ حاول، يمكن تعرف يمكن ما تعرفش. يا ترى تقدر تروح شغلك ماشي؟ طب بلاش شغلك، نازل تشتري حاجه من البقاله، البقاله دي بينك وبينها كيلو، كيلو يعني 5 دقايق ماشي، تعرف تاخدها؟ يا ريت. لا مش 5 دقايق ماشي، انا اسف. الكيلو هيعمل حوالي 12 دقيقه ماشي، تقدر تعملهم؟ اعملهم. ليه تاخد العربيه؟ او خد عجل لو تقدر تاخد عجل. يا ترى انت وانت قاعد في مكتبك قاعد في شغلك قاعد صح؟ اغلبنا بيقعد غلط، اغلبنا بيقعد بطريقه غير صحيه، واعتقد ان انا مش محتاج اقول لك كده. انتبه، كل ده بيأثر على الفيزيكال كونديشن بتاعك، واذا كنت هتأثر على الفيزيكال كونديشن بتاعك والفيزيكال كونديشن بتاعك بقى احسن، يبقى انت قللت واحده من المشاكل اللي بتقابلها في حياتك كلها. خسرت ايه؟ ما تجرب، حاول، خلي من عاداتك اليوميه انك تعمل اي نوع من انواع الاكتيفيتي، بدل ما احنا حياتنا النهارده بقت بتخلينا نقعد اكتر الوقت، ما نتحركش اكتر الوقت. ده حتى لما اجي اعلي التلفزيون واوطيه بستخدم الريموت كنترول. حاول تتحرك. تمام؟ يا ترى بتشرب قهوه وشاي كتير؟ اغلبنا بيستهلك نوع من انواع الكافيين. حتى لو مش بتشرب قهوه وشاي وبتشرب كوكاكولا او بيبسي فيهم كافيين. يا ترى كميه الكافيين اللي بتستهلكها دي كتير؟ ممكن تكون كتير ممكن ما تكونش كتير. الكافيين له فوائده. لكن انت محتاج كل اللي بتشربه؟ محتاج كل كميه الكافيين اللي بتاخدها في اليوم؟ لو خلاص تاخد كوبايه في اليوم، كوبايتين في اليوم، مش هتكلم فيه. لكن لو اكتر من كده تقدر تقللهم؟ قللهم، بدل ما بتشرب 6 كوبايات خليهم 5، خليهم 4، مش هقول لك بطل، قلل، ينفع. خلي بالك ان الكافيين كل ما بيزيد في الدم كل ما احساسك بالستريس بيعلى، الكافيين نفسه منبه ومنشط وبالتالي ممكن يسود احساسك بالستريس. لما بتقلل الكافيين انت بتهدى، لو قدرت تهدى ممكن ده يقلل احساسك بالستريس. حاولت بدل ما تروح تعمل كوبايه قهوه او كوبايه شاي تعمل كوبايه كركديه او ينسون او تيليو او نعناع او شاي اخضر او 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 الحمد لله في حاجات كتير قوي دلوقتي ممكن تستعملها، مش ضروري الحاجات الغاليه، في حاجات كتير رخيصه استخدمها، يمكن توفر بيها كوبايه او 2 من اللي بتشربهم كافيين في اليوم. جرب. طيب بتشتغل ازاي؟ وركينج ستايل بتاعك ازاي؟ اوكي؟ خلينا نتكلم شويه عن الوركينج ستايل، لان اغلب مشاكلنا بنشتكي بيها من الوركينج ستايل بتاعنا. انت يا ترى كل ما حد بيطلب منك شغل بتقول له ماشي حاضر هنفذ؟ حاولت تقول لا؟ يا اخي بلاش لا بالطريقه المزعجه. حاولت تجرب طريقه تهرب بيها من الشغل الجديد اللي بترمي عليك. طبعا ده بافتراض ان انت عندك شغل كفايه، انا مش بكلمك انك تكسل عن الشغل او انك ما تشتغلش او ما تديش حق ربنا في الشغل بتاعك، لا. لكن كتير مننا بيتعرض لانه بيطلب منه حاجات كتير 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 وما بتخلصش، وبالتالي بيفضل دايما قلقان على ان شغله ما خلصش. قول لا، اهرب، تجنب ان انت تاخد حاجه جديده. طيب يا ترى انت بتسيب مكتبك في الوقت؟ ايه اللي بيخليك تطول في شغلك؟ ليه تطول في شغلك؟
ما هو انت واجب عليك تشتغل 5 ساعات، 6 ساعات، 8 ساعات، ايا ما كان عدد الساعات اللي انت مطلوب منك تشتغلها في اليوم. ليه تزودهم؟ ان لبدنك عليك حقه، ادي نفسك حقها، ادي نفسك فرصة انك تستريح. امشي بدري يا اخي، اعتبر عندك موعد غرامي بعد الشغل يا اخي، انزل وسيب الشغل، خلص الشغل بدري، اخلص منه اول باول، ودايما حاول تمشي في ميعادك. يا ترى بتوصل شغلك بدري عشان تهرب من المرور زي ما اتكلمنا من شويه، او توصل شغلك بدري علشان تروح كده والدنيا رايقه، يمكن تعرف تشتغل نص ساعه بدري تخلص بيها نص ساعه بدري اخر النهار؟ يمكن جرب. لو جربت انك تروح شغلك بدري وتمشي من شغلك في ميعادك، او تمشي بدري شويه زي ما جيت بدري شويه، شوف ده هيأثر عليك ولا لا. يا ترى حاولت تجرب التكنيكس في الشغل بتاعت ديفير، ديليجيت او ديليت؟ طبعا الرابعه بتاعتهم دو. يا ترى حاولت ان انت في الشغل لما تجيلك حاجه مطلوبه منك وانت عندك شغل تاني تعمله تأجلها ديفير، ولا تديها لحد تاني يعملها ديليجيت، ولا انساها خالص وارميها في اقرب صفيحه زباله عشان ما عندكش وقت الكلام ده لان انت عندك شغل تاني اهم؟ ديليت. دي تكنيكس، حاولت تجرب حاجة منها؟ لو عرفت تجرب حاجة منها أو عايز تجرب حاجة منها، تعال نعمل مع بعض أكتيفيتي. أكتيفيتي ده أكتيفيتي صغير قوي، أنا عايزك برضو كالعادة تجيب ورقة وقلم وتعال نعمل الموضوع ده مع بعض. هات الورقة والقلم وفكر في إيه، في دقيقة اكتب إيه الحاجات في حياتك اللي بتعملها، اللي احنا اتكلمنا حاجه من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي، نوم، الحركه، الشغل، اي حاجه من الحاجات اللي اتكلمنا فيها، واتكلم وشوف ايه اللي منها اكتر حاجه بتضايقك. حاول تكتبهم في ورقه. خد دقيقه، وقف الفيديو وتعالى. تعالى نشوف. كتبت؟ طيب. دلوقتي اكتب ايه اللي ممكن تعمله في واحده منهم على الاقل. ازاي ممكن تيجي عند واحده من اللايف ستايل ميستيكس اللي انت بترتكبها في حق نفسك وتعمل فيها حاجه؟ ان شاء الله حاجه واحده. والله لو عرفت كلهم تطلع منهم بافكار، اعملها، جربها، اكتبها. اكتب عايز تعمل ايه عشان تحل المشكله دي. كل مشكله منهم انت دلوقتي كتبت لها حل، او على الاقل بعضهم كتبت لهم فرصه حلول. هتنفذه؟ هتنفذه؟ بينك وبين نفسك، هتنفذه ولا تقول طب ربنا سهل، لما الوقت يبقى مناسب، طب الاسبوع الجاي، طب الشهر الجاي؟ لا، لازم تعمل حاجه. نفس الكلام اللي قلناه في الاكسترنال سورسز، احنا بنتكلم دلوقتي على اللايف ستايل سورسز اوف ستريس. اللايف ستايل سورسز اوف ستريس لازم برضه تعمل فيها حاجه. كده كده مش ممكن تنجز حاجه في حياتك من غير ما تخرج من الكومفورت زون زي ما بيقولوا. لازم تعمل حاجه. هتعمل ايه؟ قوم دلوقتي واعمله. قوم دلوقتي واعمله. شوف ايه اللي ممكن يتعمل دلوقتي اعمله، والحاجه اللي ناوي تعملها وهتعملها ان شاء الله بس بكره حطها في الكالندر بتاعتك. بس ما تنساش سمايل، دايما سمايل. طيب أرجو إن الفيديو ده نكون طلعنا منه معلومة كويسة، إن إحنا في كتير من اللي بنعمله في حياتنا اليومية، من عاداتنا اليومية، من اللايف ستايل بتاعنا ممكن يتغير. ممكن يكون هو السبب في الاستريس اللي إحنا حاسين بيه، أو يكون بيساعد في إحساسنا الزيادة بالاستريس اللي إحنا شايفينه، استريس حقيقي موجود بس مكبرينه زيادة عن اللزوم. او يكون مصدر الاسترس ده سهل قوي ان انت تستغنى عنه او تغيره. فكر وجرب وشوف، من غير ما تعمل حاجه مفيش حاجه هتتعمل. اشوفكم الفيديو الجاي.